قالت السلطة القضائية إن محكمة جرائم الفساد تطلع بمهامها القانونية والعدلية بشكل فاعل، مؤكدة بأنها تتلقى بشكل راتب بلاغاتها من النيابات المتخصصة. وكشف ناطق رسمي باسم السلطة القضائية خالد حمزة في تصريحات خاصة للشروق إن محكمة جرائم الفساد تنظر الآن بشكل متخصص في قضايا ساخنة وعديدة من قبل قضاة أكفاء على قدر عال من التأهيل الفني والمهني، لافتا إلى أنها محكمة موضوع شأنها شأن محاكم جرائم المعلوماتية والإرهاب والاتجار بالبشر، تعلوها دائرة استئناف متخصصة للنظر في طعونها وأحكامها القضائية. كما أضاف أن محكمة جرائم محاربة الفساد يمكن أن تنعقد في أي ولاية من ولايات السودان في إطار تقصير الظل القضائي والإداري، تماشيا مع محاور الاستراتيجية العشرية للسلطة القضائية. هذه محكمة موضوع، ومحكمة الموضوع هذه يستأنف كما تعلم أن دريات التقاضي دريات استئنافية ودريات طعن، ومن بعض الطعن يمكن أن يلجأ إلى المراجعة إذا كان هنالك مبرر للمراجعة. نحن لا نأخذ أحدا إلا ببينة، إذا استطاع مدعي أو استطاع شاكي أن يبين ما يقول حكم له، وإلا فإن الدعاوى ما لم تقام عليها بينات أبناؤها أدعية. هذه المحكمة بالفعل تم افتتاحها وهي الآن تعمل على قدم وساق.